السلام عليكم هاشم، اليوم عندنا تجربة لبوبجي موبايل على جهازين هو الاس 20 الترا وايضا السامسونج اس 23 الترا. طبعا هذه التجربة راح تكون مقارنة بين هذين الجهازين. طبعا الجهازين راح يجي لك بمعالج هو من نوع السناب دراجون، الاس 20 راح يجي بسناب دراجون 865 نسخة الفايف جي، والسامسونج الاس 23 الترا طبعا راح يجي لك بمعالج هو السناب دراجون 8 جين 2. فطبعا كل الجهازين راح يجي لك بشاشة دايناميك سوبر امولد. وهسه راح نفتح بوبجي موبايل على كلا الجهازين حتى نقارن بيناتهم. طبعا الجهاز اللي عندي الاس 20 الترا هذا نسخة سناب دراجون مو نسخة الاكسينوس، فهنا نسخة سناب دراجون راح تدعم لك 90 فريم بدون اي ملفات وبدون اي شيء. اما الاس 23 الترا ما راح يدعم لك 90 فريم كون الشركة ما دعمته. هسه ننتظر انما تفتح بوبجي موبايل على الجهازين. طبعا الجهازين راح يعطيك اداء جدا قوي في لعبة بوبجي موبايل، لان جهازين عليها معالج من سناب دراجون. فهذه التجربة راح تشمل كل الرسومات الموجودة على لعبة بوبجي موبايل، وراح تشوف شنو الفروقات الموجودة بين المعالج في سنة 2023 وأيضا معالج من سنة 2020. وأيضا طبعا من ناحية الحرارة والبطارية فأكيد السامسونج اس 30 الترا أفضل. وهسه بعد ما فتحت بوبجي موبايل نروح على الإعدادات، هذا الاس 23 الترا، نروح على الرسومات. مثل ما تشوفون راح يدعم لك فوق 60 فريم كون الشركة ما دعمتها على 90، مثل ما تشوفون يعني فقط 60 فريم، وراح يشغل لك جميع الدقات الموجودة باللعبة. وهسه على الاس 20 الترا طبعا اكيد الاس راح يدعم لك 90 فريم كون الجهاز قديم ودعمته الشركة. نروح على الرسومات، مثل ما تشوفون 90 فريم موجودة بدون اي ملفات وبدون اي شيء. هنا الشركة هي دعمته كون الجهاز نازل قديم ومن سنة 2020 وعلى معالج هو السناب دراجون 865. وهاي تجربتي طبعا للجهازين اس 20 واس 23 الترا. ان شاء الله تستفادوا من الفيديو، يعجبكم لا تنسون بلايك واشتركوا بالقناة. كان معكم هاشم، خليكم بالفيديو.